مشجع إيطالي ينتقم من يوفنتوس بمساعدة دراما لا كاسا دي بابيل. والمدرب هانز فليك يبدأ في تعلم اللغة الإسبانية من أجل برشلونة. وزوجة تياغو سيلفا تطالب بإقالة مدرب تشيلسي. وميسي يثير غضب جماهير هونغ كونغ. هذه الأخبار نقدمها لكم من العربية رياضة، أهلا بكم. على طريقة المسلسل الإسباني الشهير لا كاسا دي بابيل، اختار مشجع إيطالي أن يعرف العالم على كرة القدم في بلاده من وجهة نظره، حيث ارتدى مشجع لإنتر ميلان الزي الأحمر في سان سيرو كاتبا على ظهر السترة: نتفليكس تقدم لكم لا كاسا دي اليوفي. حبس حكام في غرف الملابس، حسابات مزورة، مراهنات، منشطات، جوازات سفر مزورة، وقضايا تدخين في الرواتب. هذه الأشياء لا تراها إلا في إيطاليا. بعد إعلان تشافي الرحيل عن قيادة برشلونة نهاية الموسم الحالي، بدأ الحديث عن العديد من الأسماء التي ستخلف المدرب الكتالوني، آخرها هانز فليك، حيث تحدثت صحيفة سبورت بيلد أن المدرب الألماني بدأ بتعلم اللغة الإسبانية، وكان فليك عاطلاً عن العمل منذ إقالته من تدريب المنتخب الألماني سبتمبر 2023. يبدو أن زوجة تياغو سيلفا اختارت أن تتحدث بالنيابة عن زوجها، حيث طالبت بإقالة موريسيو بوشيتينو بعد هزيمة تشيلسي الأخيرة أمام ولفرهامبتون. زوجها سيلفا سجل هدفاً متأخراً في المباراة برأسه ليقلص الفارق، لكن البلوز في النهاية خسروا للمرة العاشرة في الدوري هذا الموسم. وقبل صافرة النهاية لجأت بيلا سيلفا إلى وسائل التواصل للدعوة إلى إحداث ثورة في النادي الإنجليزي. تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صيحات الاستهجان من قبل 40,000 متفرج بعد غياب لاعب إنتر ميامي عن مباراة ودية لفريقه استعدادا للموسم الجديد في هونغ كونغ. وبقي قائد منتخب الأرجنتين جالسا على مقاعد البدلاء طوال المباراة الودية التي انتهت بفوز فريقه على منتخب من نجوم الدوري في هونغ كونغ، ما أثار غضب الجماهير الحاضرة خصيصا لرؤية ميسي.